يقول على ماذا استقر رأيكم رأيكم بالنسبة لحديث أبي هريرة لا تسافر المرأة مسيرة بريد إلا مع ذي محرم، أهو صحيح أم ضعيف؟ ليس بصحيح، والصحة التي ذكرت في كتاب صحيح الجامع كان بالنظر إلى إسناده، وفعلا إسناد هذا الحديث في سنن أبي داود صحيح وعلى شرط مسلم، ولكن لما أعدت النظر في هذا الحديث وتيسر لي جمع طرقه تبين لي أن أحد رواة حديث البريد وهو جرير ابن عبد الحميد أظن الراوي له عن سبيل تفرد بذكر لفظة بريد دون كل الرواة الذين شاركوه في روايته عن شيخه المذكور، كلهم رواه بلفظ يوم وليلة. فهذا النوع من التتبع لطرق الحديث وألفاظه وروايته كشف القناع عن شذوذ لفظ البريد، وأن المحفوظ يوم وليلة، أي لا تسافر امرأة يوما وليلة إلا مع محرم أو كما قال عليه السلام. فذكر لفظة البريد هنا بالتعبير الحديثي الدقيق شاذ، وذلك يعني أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف. هذا ما تبين لي.